مرحبا، شلونكم صديقاتي؟ اليوم رحنا مطعم جدا جدا روعة، عجبني كثير في الأحساء ونوعه فخم مرة. يطبع عليه الغالب ديكور اللندني، يعني الأوروبي اللندني، لأنه حتى ملابسهم ملابس شفتوا الحرس البريطاني كذا، نفس الشيء اللي موجودين بالشروارع اللي بدلاتهم حمر. فعجبني جدا، خصوصا انه الطراز حقهم كله ابيض، الديكور كله يعني لونه ابيض ومرصع باطارات ذهبية حلوة. عجبتني الثريا مثل ما احنا شايفين، عبارة عن اطار طالع منها، يعني ثريا طالعة من الاطار، فشكله مرة مرة عجبني صراحة. والديكور نفسه يعني يعطيكم فخامة وبنفس الوقت في شوية من الأناقة. الأكل يا بنات أنا جربته من قبل، الأكل جدا غالي، مش رخيص كثير، لكنه بصراحة يستاهل لأنه حلو. ومثل ما احنا شايفين على كل الطاولات في بارتيشن او عازل يعزل مكانكم عن الطاولات الثانية، تاخذين راحتك، تاكلين، تسولفين، ما حد حولك. واللي يبي مفتوح في اماكن مفتوحة كذلك. وهذا مثل ما احنا شايفين حاطين ريد كاربت حق اللي جاي لداخل المطعم، يبي يعني منيو او شيء او يحاسب. طبعا هذا هو جاب لنا العشاء، اختي طلبت مسالة دجاج مع رز برياني، وانا طلبت بطاطس. جدا هذا حلو، ذا الطبق مرة روعة. طبعا مثل ما احنا شايفين صورة المسالة والرز البرياني وقطع البطاطس مع شوية بصل، هذا روعة يا بنات، لكنه يعتبر من المقبلات. طبعا اللي داخل عبارة عن بطاطس مفوحة ومحشية، وهذا البرياني ما اقدر اقول لكم قديش قديش، مرة روعة، طعمه مرة لذيذ، والمسالة مغطية تفوز. وهذا اكتمل الطلب أخيرا، اشتريت باستا لولدي لأنه يحبه صغير، واشترينا هذا ريزيتو، طلبنا ريزيتو. بس مرة مرة اتعب وانا اقول لكم ايش قد لذيذ الريزيتو حقهم. وهذا الباستا وهذا البطاطس. الباستا مرة مرة حلوة. وطبعا مثل ما احنا شايفين من كنا جالسين جو عروس وعروسته، وشغلا لهم موسيقى خاصة فيهم، واحنا الان طلعنا، وهذه الجلسة الخارجية للمطعم. ولا تنسوني من اللايك والاشتراك والتعليق على الفيديو، تحمسوني حتى احط لكم فيديوهات جديدة.